في إطار التحضير الدولي لمواجهة أوسع مع تنظيم داعش، تنشط أروقة الناتو بلقاءات واجتماعات بين الدول الأعضاء بالحلف أولاً قبل اجتماع وزراء خارجية دول التحالف الدولي، وذلك لبداية مرحلة جديدة من التعامل العسكري والأمني مع مجموعات إرهابية أصبحت تهدد المنطقة والأمن العالمي. qu'il convient de combattre avec les moyens appropriés, mais les moyens militaires, on le dit et on le répète, ne suffisent pas. Il faut que politiquement aussi et surtout les pays, les responsables des pays de la région fassent encore davantage et que les leaders religieux vraiment insistent pour qu'on fasse une vraie différence entre ce qu'est le Coran, ce qu'est la religion de l'islam et quelles sont les pratiques barbares et terribles sur le terrain. ملفات عديدة ناقشها وزراء خارجية الدول الأعضاء بالحلف، إلا أن أوكرانيا وفي الذكرى الأولى لاندلاع أزمتها كانت على رأس الاهتمام في ظل استمرار موسكو لدعم الانفصاليين والتدخل في الشؤون الداخلية لأوكرانيا، مما دفع بالناتو للتلويح بإجراءات صارمة ضد موسكو. We will continue to provide political support for Ukraine. We will continue to provide practical support for Ukraine through the trust funds, and allies will also continue to support Ukraine by imposing economic sanctions, and I support those sanctions because it has to have consequences when a country violates international norms, rules and obligations. حلف شمال الأطلسي لم يغلق الباب أمام انضمام أوكرانيا، وذلك يزعج الدب الروسي، إلا أن ذلك يبقى حتى هذه اللحظة ضمن دائرة تبادل الرسائل دون أن يحدد بعد إذا ما كانت كييف ستكون عضو في الحلف الدولي أم أنها ستختار النأي بنفسها عن أي تحالفات عسكرية دولية. حلف الناتو وبرئاسته الجديدة باشر لغة أكثر حزماً من ذي قبل ليؤكد بأن التهديدات وإن تعددت فإن الأطلسي قادر على مواجهتها كي يبقى الذراع القوي لحماية النظام العالمي. من مقر حلف شمال الأطلسي، نور الهدى محمد، تلفزيون سلطنة عمان، بروكسل.